راح يقول لأبوه وأمه أنا نفسي أكون مدير لفندق وأبقى في مجال السياحة. أبوه وأمه ضحكوا وأخواته ضحكوا قالوا له عاوز تطلع في السياحة والفنادق تعمل إيه؟ وكان ساعتها أنتوا عارفين إن من سنين كان اللي بيعمل في مجال الفندقة أو السياحة والفنادق يعتبر حاجة بسيطة، وكانت نظرة المجتمع ليه أحياناً ما تكونش كبيرة، فأنت تبقى حلمك تبقى في الفنادق. الطفل الصغير اللي اسمه إبراهيم اللي قال لأبوه وأمه وأخواته أنا نفسي أطلع مدير فندق، مرت بيه الأيام ولعب لعبة. اللعبة دي كانت التنس طاولة في النادي بتاعه، وهو بيلعب وصل لأنه فاز على بطولة النادي اللي هو فيه وطلع الأول. وبعد ما طلع الأول نزلوا في بطولة يروحوا مصر علشان يقابلوا نوادي من كل جمهورية مصر العربية. نزلوا مصر وهو راكب القطر ومسافر من مصر من اسكندرية إلى القاهرة، كان في واحدة راكبة نفس القطر من نادي سموحة، وكان هو بيمثل في البطولة نادي سبورتنج الرياضي. وهم في القطر اتعرفوا على بعض علشان هينزلوا فرقهم هتنافس بعض بعد شوية. اسمك ايه؟ انا اسمي امال عطية. اسمك ايه؟ انا اسمي ابراهيم الفقي. وبدأوا يتعرفوا على بعضهم ابراهيم وامال في القطر في رحلتهم الى القاهرة. وصلوا القاهرة نزلوا المنافسة، فاز ببطولة جمهورية مصر العربية في التنس طاولة، فكانت دي اول فوز. وفي الحقيقة ما كانش الفوز بس في الرياضة، لكن هو فاز بالزوجة الصالحة، فاز بالزوجة الرائعة، فاز بالأم اللي تربي أبنائه وبناته، فاز بالأم اللي تصبح لنا كلنا هي أم كل مدرب تنمية بشرية، وليها من بعد الله والدكتور إبراهيم الفقي أثر 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 أكيد على كل واحد فينا وقف على رجله ضرب أو قال كلمة. هنعرف أثرها مدام أمان علينا أثناء باقي التلغرافات اللي بحكيها لحضراتكم.